الله بالخير يبا. يسعد صباحك يا بنيتا. عساك بخير وزين منام. الحمد لله نامتو حسنت وتعافي. الدوم عليك الصحة والعافية. خذ اشرب اللبن. سلمتي يا بنيتي. أتريد شيء قبل أروح الغدير؟ لا سلام. خاطرك. مع السلامة. مش هذا اللي اشوفه يا فواز؟ اطرح السلام بالاول يا منور. سلام وايش هذا وانت رابط بالحلال هان بلاي حركه؟ وايش تقصد؟ اقصد انك من يوم ما تسلمت رعيه حلالي ما شوفك تفارق هذه المنطقه. تقول ما بي غيرها. المنطقه هذه ايسر من غيرها وبها عشب اكثر. بلعون هذا الكلام ما هو صحيح. لكن قول انك راعي قليل الحيل وما ودك تتعب حالك. علامك انت يا اخوي يا منور كل يوم وانت جايني بهالسالفه. وش تقصد ها؟ شلون لو اني ماني ولد عمك؟ الشغل شغل. الراعي اللي طردته وخليتك تحل محله كان نشيط. لولا انك ولد عمي ما كنت حطيتك مشانه. انت تعايرني يا منور؟ لا. لا يا فواز. انا ما عايرك. انا قصدي جيت حيلك. الحلال غالي على صاحبه وده دير الدار. زين زين فواز. انت زعلت؟ عندك انت مازحك. شلون تمازحني وهرجك؟ هدي يا رجل هدي. انا ما قصدي ازعلك واتمنى ان يكون نفس هذا الحلال لك ولعمي دحام.
لو تروعتوني ونولتوني اللي ودي اياه. وش هو اللي ببالك؟ موضوع جيشتي من الغيبة. انت يا رجل ما نسيت هذا الموضوع. اختي من زمان قالت لك موت هياك. انت ما تمقتنع؟ غيبة بنت عمي، وما هو هاي اللي تروح لغيري. كل واحد ياخذ نصيبه. ملعون ما تكوني الواحد غير يا ذهيبة. وانا لو ما ضل احد من الرجال على وجه الارض ما اخذك. افهم ليه يا ذهيبة؟ ليه؟ انا وش العذروب اللي بي؟ كل العذاريب. ما دريت عنها شيء، علميني. انت يا رجل ما تستحي على حالك؟ متجوز من ثنتين من ازين بنات العرب ومخلف عيال ما شاء الله بعدد اصابع اليدين. هذه وش بيها؟ تصير ثالثتهن وتاج على روسهن، واللي تطلبيه تاخذيه، ولو ودش لبن عصفور اسقيتش اياه. عصفور معروف جناحاته مقصقصه ولبنه لحريمك اللي كل يوم تطعمهم قتله وتتجبر بيهن. انا كنت اساوي معاين هيج لانهن يسهلن، لكن انتي ادللتش بنت العم وحطتش على راسي. سمعت هالكلام قبل هيج منهن يوم اقنعت كل واحده منهن تتجوزك. يا بنت العم، يا بنت العم، ما هن مثلك، انتي شي ثاني. لا ثاني ولا ثالث. غير هالسيرة، قول لك حاجة بالغدير خذها وامشي. ولا امشي أنا؟ لا 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 تمشي، أنا امشي. بس ماني يأس منك يا بنت العم، والحديث بيننا نسلم عليك. علامك يا فواز، وين جيت وانت حالك ما هو عاجبني. ودك الصحيح يوبا، متضايق كثير من شغلي عند ولد عمي منور. ليه؟ وش سوى معه؟ صار له كم يوم يضايقني بكلامه، تقول ما له رغبه بشغله معه. ولا يوبا ما اعطيك بالله، ماني شايف حالي مقصر بالشغل. الله يسامحه، يعني لانه حلالنا الطبي جعام ونفق وما ظل عندنا منه شيء يتجبر علينا، شلون لو انه غريب وما هو ولد اخوي الله يرحمه؟ وشلون بعد لو انه مجانا ودق على صدره وقال حلالي حلالكم ومالي مالكم؟ هو جاي يعطينا شلية حلال وحنا ما وافقناه واكتفينا بنشتغل عنده بكروه لبين ما الله يفرجها علينا. والله ما ادري ويش اللي غيره. انا عرفت وش اللي غيره. تقصد تطلبه اللي رفضته ذهبة؟ اي يبا، وما غيره. نذكر يومها اقتنع بجوابها ونسي الامر. لا بالله ما هو ناسي، واليوم بالذات اطرحه علي. لا حول ولا قوة الا بالله. اقول يبا خير. انا شايف ما من خطا، لان اختي ذهيبة تزوجت من ولد عمها. الين هو غني كثير، احنا ما عندنا شيء. وش اللي تقوله يا فواز؟ انت انهبلت بعقلك؟ خيتي يا ذهيبة، المتى ودك يظل يترفض الخطاب؟ ها؟ صار متقدمين لك خمسة، ما واحد فيهم عاجبك، وش اللي ودك اياه؟ ما ودي شيء غير اللي قلته دوم. لي نفس من نفوسكم يوم تختار، والنفس يملكها الغلا والمودة. زين، أنا ما قلت شيء، لكن من اللي تختاريه؟ أريد أنا ولد العبية خيال، ذباح زومات العساكر قبالي. ما أريد أنا الجربة ولو ساق الاذعان، لو جاب غرسات الحسه للشمال. اي بلعون، ما ادري يبا متى ودها تشوف هذا اللي تنجده. الباديه بنت الاجواد وجود، والصابر ما عليه لوم، وصبره يحميه من الندم. اختك تقول الصحيح يبا، وانا من رايها. يلا
يلي كل حي يسألك يا واحد كلن يخافك ويرجاك يا قاسم الوال الملا من نوالك وقبضة نواصل خلق كله بياديك لا تعترض أمر القدر في جدالك ولا يحسب اللي مصيبك بخطيك قسمة حظوظ الخلق قسمة سوالك ومكتوب حظك يلفتى في نواصيك وإن جاد حظك كل شي صفالك قرايب وخلان كلن يصافيك وإن جاد حظك بالمجالس حشالك صدق مقالك كل من لك يحاكيك سلام عليك يا النشمي وعليك السلام كد على المعازيم مكثور الخير يا الأخو لكن أنا يا وجه الخير ماني مدور ضيافة أنا رجال أدور الرزقة أنا دواج أبيع المقاضي الطيبة والزينة للبنات وتشال لك هوية ترى عندي ما يسر خاطرك ويقرب قلب الحبيب على الحبيب كلام زين بس يا حسيفة مالي هوية اشتري مني ترى اللي يشتري مني الله ينوله اللي يتمناه زين أشوف وش معك معانا ثواب معانا عبي معانا قماش ما يبلى شوف شوف يا أخوك شوف ملعون نبضاتك زينة ترى هذا قماشته زينة وغالية وناخذ من صاحبته الثمن اللي طلبه هذا المنديل له صاحبة ولا للبيع ودك الصحيح هذا وصتنا عليه بنية مزيونة شعرها ليل يتخبى من حلاوته القمر لها وجه مثل البدر وعيونها عيون المها وطولها مطرق الريحان وعقل وذكى وفهم وتقول الشعر بعد وين بنت من هذه أبوها مو من مشاهير العرب لكنه رجل طيب وكريم وأنا دوم أضيف عنده ويكرمني وش اسمها اسمها من الذهب وهي مثل الذهب ذهيبة اسمها ذهيبة وتقول الشعر قصيدها زين يسر القلب وكان ودك وصل السلام وقرب القلوب تراني جاهز بس عاد تكون نيتك بالحلال وانا صار لسنين مدور الحلال اسمع ودي حملك بيات من الشعر تقول لها اولهن وتسمع منها اخرهن وتعود لبيهن بس هاي البيات معروفة يعني ما هو كثير بس ما يعرفهن غير اللي يقول القصيد وانت قلت انها شاعرة اي بالله انها شاعرة زين لا عاد اسمع مني هذا ما هو هرج يا عمي انا تزوجت ثنتين من الاغراب من اول كلمة طلبت بيها شلون بنت عمي تطعني بهالشكل وانا يا عمي رجل ميسور الحال من فضل الله ما هو ناقصني شيء ومستعد احط مالي وحلالي كله تحت امرك وبين يديك يا ولدي يا منوير انا ما عندي مانع لكن من زمان وانا ما اعطي وعد ليها اني ما زوجها غصب عنها واللي تختاره هي أوافق عليه حنا من متى نعطي البنت رأي بالزواج خواتي تتزوجن بكلمة من أبوي وبنات الناس يمشن على رأي أهلهن تقول الصحيح يا ولدي تقول الصحيح لكن بناس كثير ومن أخيار الناس يأخذوا برأي بناتهم وأنا من هالناس وانت تدري إن ذهيبة مزيونة عقل ورأيها راجح وناثق بيها شوف يا عمي أنا هذا الكلام ما أقبل بيه أبد وانتو هيش وتكون تزعلوني منكو وانا تراني حين ازعل ما ادري وش يطلع مني وش ودك تسوي يا ولد العم ما ادري يا ذهيبة ما ادري لكن ما اظن انه يصير خير لو ظل طلبي ما عليه جواب يرضيني زين وانا وافق عليك صحيح يا ذهيبة صحيح يصير صحيح لو قدرت على شرطي وانا جاهز السياقج قد السياقة الثنتين اللي عندي غير هدايا اللي محضر لك ياهن لو قدرت على شرطي ما ودي منك لا سياق ولا هدايا ليه وشو الشرط لغز من 6 أبيات كل بيتين ليهن جواب لان عرفتهن اكون لك خالصة مخلصة زين قوليهن الكلمة الأولى يوم الفوارس والرجاجيل تحتار فعله يبين بحين عسرات الحوالي
موجود بين الخلق ومن البعض كنطار مقياسه للمغاميض حلالي. الكلمة الثانية: لا هو جسم تلمس ولا تشوفه العين، هو من الدين وهمه زيادي، حبله من الصبر ومشدود بين اثنين، ويكون فرحه بيوم السدادي. الكلمة الثالثة: الكل لجله بل عمر مجهود، ومحظوظ من نال منه بحياته، ما يشبعك والطمع به بالزود، وهنيال من كمله بعد الممات. ها وش قلت؟ ودش جوابنا الحين؟ واعطيك سبوع زمان بعد. اعيدين مرتين ثانية على مسامعي. زين، اعيدهم ثانية وثالثة بعد. الكلمة الاولى: يوم الفوارس والرجاجيل تحتار، فعله يبين بحين عسرات الحوالي، موجود بين الخلق ومن البعض كنطار، مقياسه للمغاميض حلالي. الكلمة الثانية: لا هو جسم تلمس ولا تشوفه العين، هو من الدين وهمه زيادي، حبله من الصبر ومشدود بين اثنين، ويكون فرحه بيوم السدادي. الكلمة الثالثة: الكل لجلة بل عمر مجهود، ومحظوظ من نال منه بحياته، ما يشبعك والطمع به بالزود، وهنيال من كمله بعد الممات. شلون جزينة البنات؟ عساك بخير. بخير من الله. متى وصلت؟ الحين وصلت. سألت عنك بنات الديرة وقالوا انك هان، وجيتك بالحال. بارك الله بيك، وكانت جبت لي اللي وصيتك عليه. انا ما انسى طلب احد، جبت لك المنديل وشي ثاني بعد. هات نشوف. هذا المنديل، وش رايك؟ ترى ما عليه كلام. وكاد انه مثل ما وصيتك عليه. سلم يديك. تسلم. وش هو الشيء الثاني؟ كلام من زين من واحد النشمي. واحد نشمي؟ من هو؟ واحد نيته الخير ومحملني أمانة، والأمانة حملها كبير، وأنا أريد أزيحها عن ظهري. وش هي الأمانة؟ لا قول اهجيني سيف الظل بغلة، كل يوم ايلا بدي عجيني. السلام عليك يا ولد العم. عليك السلام ورحمة الله. شلونك؟ عصاك مبسوط بالشغل؟ اللي يرضى بقليله يعيش، واللي يخلي قليلك يصير كثير. شلون؟ اعطيك الك خص نص 20 راس غنم لو ساعدتني بهالشغله. اساعدك؟ ليش اساعدك؟ تعلمني بجواب اللغز اللي رمته علي الهيبه. اللغز؟ انا وش دراني بيه؟ شلون يا فواز؟ ما هي اختك، وكانت سولفتك بيه قبل هيك. لا بالله ما سولفتني بيه، واول مره اسمع باللغز يوم رمته عليك. وانت ما تقدر تعرفه وتعلمني بيه؟ تراني ما احب القصيد كثير ولا اهتم له، او ماني مثلك محير لاجل افكر بيه واعرف. ولا عمي يعرف؟ ما ادري، روح اساله. زين زين، لزوم اعرف الجواب. وعرفت منه انه دوار جيزه، وهم لاقي البنيه اللي يتحلاها. معقوله انقطع عن بنات العرب الزينات؟ هو دور بنيه مزيونه العقل قبل زينه الشوفه والهيه، وانت فيك التنتين. وش اللي حملك اياه؟ للحين ما قلت لي. حملني 3 ابيات من الشعر، وطلب مني اقول اولهن وانت تعرفي تاليه. وش قصده من هذا الشيء؟ انت في طينه وتفهمين القصد. زين زين، قولهن. اقول نص البيت وانت تكمليه، زين؟ زين. ونجاد حظك بالمنازل بنالك. ونجاد حظك بالمنازل بنالك، بيت رفيع شام خطولي يداريك. ونباربك بين جميع العدالك. ونباربك بين جميع العدالك، صار المحب أعد عدو يعاديك. ونباربك ظليت ما حد بحالك. ونباربك ظليت ما حد بحالك، ولا بفنجان من البن يسقيك.
أبيه ما ظنيت إنك تعرفين كبالة البيئات، ترى هيج قال لي إياه. السؤال سهل والجواب أسهل، وظني أن هذا الشعر ما هو له. تراه شاعر مشهور. أنت قل لي شو اسمه وأنا أقول لك إن كان الشعر له ولا لغيره. اسمه فاضل بن نهار. فاضل بن نهار؟ بلعون هذا القصيد له، وتراه شاعر مصيط ومعروف بين العربان. العاد أنا أطلع منها هالحين. وإيش قصدك؟ يعني يجوز ينوبنا ثواب ومفقر راسين بالحلال. العاد وده حملة كمان ردا على مانته. زين أحملها. ثلاثة بيات من القصيد، أنت تقول له أولهن هو يكمل تاليهن. زين قولهن يا الدواج. تقول الهيبة راعي المكر والكذب والبوق سالك. راعي المكر والكذب والبوق سالك، وراع الثنى ضاقت عليه المساليك. يمشي ورايه ضايعا بالمهالك. يمشي ورايه ضايعا بالمهالك، لا شاف من دونه على الوكر عليك. تدري يا الدواج ان هذه جمالة قصيد اللي ارسلته معك؟ العاد هيك لقيت هويتك وحليلة الايام الجاية. يا اخوك وصف لي وانت تجي ديرتها. اوصفها بس عاد ما هو قبل ما اخذ الحلاوة. جيتك وزايدة بس اوصف يا اخوي. يعني يعجبك يا عمي ان ذهيبة توقعني بهالشرط اللي ماني لاقي له جواب؟ هذا اللي صار وانت وافقت عليه، وان قلت لك اني عجزت وماني لاقي جواب هذا مرجوها عليك. المتى يعني؟ والله ما ادري، تراني ماني ضدك، لكن هيك اتفاقنا وما عليه تغيير. التغيير ما يجي مني، هذا شرط ذهيبة. زين ما زال انت معي ومن ضدي، ليه ما تساعدني على الشرط؟ شلون؟ تعلمني بالجواب. لا هذه صعبة. ليه صعبة؟ لاني ما اعرف الجواب، لو عرفته ما اقول لك عليه وغش بنتي. وبنتك وش قصرها غير انها تعجزني وتصدني عنها؟ انت شايف الامر هيك، ما هقيت انها تقصد الشيء. لعد وش قصدها؟ قصدها اذا ما خاب ظني اللي يلاقي الجواب تكون بيه الوصايف اللي تريدها بشريك حياتها. وش هالوصايف اللي ما هي بي؟ مال وجاه وحلال بنعمة الله وكل اللي تطلبه. ما هي قالت لك كل هذا ما تريده، اللي تريده وصايف بالخلق والعقل والنفس. وهي شايفتني بلا خلق ولا عقل ولا نفس؟ يا ولدي هي ودها تتوكى من الرجل اللي تريده. بلعون هذا شيء يحير، ومالي غير اطلع واطلب الجواب من الناس. ترى يا عمي أنا مالي غنى عن ذهيبة، ولو أدفع مالي وحلالي كله لزوم أخذها. يا بنت الأجواد علامك يا وجه الخير. أريد أنشدك عن إذا ما خاب ظني أنت ذهيب. مش عارف الدواج يجيد الوصف. لعادين فاضل بالنهار؟ وأقول بعد الجاد للي يصقل السن براك، حاوي محاسن محصفات الحداية. وعليش دوار؟ دوار القسمة والنصيب بالحلال. لعاد أقول لك قسمة حظوظ الخلق قسمة السوالك، ومكتوب حظك يا الفتى في نواصيك. وإن جاد حظك كل شي صفالك، قرايب وخلان كل نصافيك. وإن جاد حظك بالمنازل حكالك، صدق مقالك كل من لك يحاكيك. ما زال حافظة قصيدي، أشوف أننا نعرف بعضنا من زمان وبلي أشوف. وإيش غايتك؟ غايتي نعقد طنب بيننا بيد وحدة على سنت الله ورسوله، وإيش رايك؟ بغير شرطي يضل الطنب بيننا على الغارب. وش هو شرطك؟ لغز حله من ثلاث كلمات بين ثنايا بياتي من القصيد. قوليهن وإن كان لي نصيب عرف الجواب. يوم الفوارس والرجاجيل تحتار، فعله يبين بحين عسرات الحوالي، موجود بين الخلق
ومن البعض كنطار، مقياسه للمغاميض حلالي. لا هو جسم تلمس لا تشوفه عين، هو من الدين وهمه زيادي. حبله من الصبر ومشدود بين اثنين، ويكون فرحه بيوم السدادي. الكل لجله بالعمر مجهود، ومحظوظ من نال منه بحياته. ما يشبعك والطمع به بالزود، وهنيال من كمله بعد الممات. وش قلت؟ تسمعين جوابي، بيت اهلش ان شاء الله. سلم عليك. بامان الله. لعاد انت فاضل بالنهار؟ واقول بعد الجاد للي يصقل السن براك، حاوي محاسن محصفات الحداية. وعليش دوار؟ دوار القسمة والنصيب بالحلال. لعاد اقول لك قسمة حظوظ الخلق قسمة السوالك، ومكتوب حظك يا الفتى في نواصيك. وإن جاد حظك كل شي صفالك، قرايبه خلان كل نصافيك. وإن جاد حظك بالمنازل حكالك، صدق مقالك كل من لك يحاكيك. ما زال حافظ قصيدي، أشوف إن نعرف بعضنا من زمان بلي أشوف. الحمد لله. لأنه ما ظل مجال للكلام بيني وبينكم يا فواز. لا يا أخوي، وش اللي صار بغيبتك؟ ثلاث أيام لياليهن وأنا أدور على جواب لغدغتك وماني لقيه، وكاد أنه ما بي أحد بالدنيا غيره يعرفه. والقصد يعني؟ القصد أن هذا الهرش كله فارط وما نقابل بيه. عاد أنت حر، هذا اللي جاك. اسمع يا فواز، أنا ما تعودت إن أحد يوقف في طريقي حين أريد شغلة. يعني وش ودك تسوي؟ أساوي السوالي تقلب حياتكم بالديرة عليها بباطيها. أنت ودك الشي يصير بالغصب؟ بالغصب رضا، ذهيبة بنت عمي وما أحد ياخذها غير بهالدنيا، وبي قلبي دق، تفهم؟ لا بالله هذا ما يصير لك، مزول تهدد وعلى خيلة عندك اركبه. زين زين يا فواز، أول شي ودي إياك تقلب وجهك من قدامي وما لك شغل عندي. يلا وروح علم ابوك بهالشيء. هي اعلمه بس لا تمد ايدك. اقول لك ايش قدامي انتي. لا حول ولا قوه الا بالله، الظاهر منور ما هو مصلي على النبي. انا لولا خاطرك يبا ولا رديت له الكلام بكسه منه. خير ما سويت يا وليدي، خير ما سويت. احنا ما ودنا مشاكل معه، خلنا نفكر بحل. الحل يبا ان اشوف لي عرب واشتغل عندهم واغيب مده وعود بحلال يعوضنا عن اللي خسرناه بدال ما نظل تحت رحمته. لا يبا لا، خلني اشوفه وتفاهم معه، والمرتد على اللي براسه لها حل ثاني. وش هو يبا؟ بعدين اقول لك. زين على خاطرك. هبة
أنا عجزت إني ألاقي جواب لشرطك. العاد مالك قسمة بيا؟ قسمتك عندي غصب عنك. هذه بعيدة عن سنونك. أنا ولد عمك وقاعد قبالك في هالديرة، واللي قرب لك عدي ما ظلوا أثر بالدنيا. ماني خابرة كم واحد اختفوا عن وجه الأرض على يديك. عاد فلدي أصابعك لجلت عديهم من اليوم وطالع. هرجك فاضي وما أحب أسمعه. زين يا ذهيبة زين، لا عاد تشوفي فعايد بعيونك. وأنا لولا خاطرك يبا، ولولا أنه ولد أخوك، ولا كنت سمعت الكلام اللي ما يعجب أحد ولميت عليه كل أهل الديرة. الحمد لله اللي هاج عنه. لعاد لزوم تشوف لك حل معه ولا قل قيمته بين الناس. لا يوبا لا، اتركوه علي، أنا ناوي أروح له الليلة وصل معه الحل. الحل عندي إنك تعطيني ذهيبة ولا عقلي يطير من راسي، وحينها لا تلومني وش أساوي. أنت يا ولد ما صار عندك حياة؟ شلون تسمعني هالهرج اللي ما هو هرج ناس عقال؟ وان ما نوالتني اللي ودي اياه تسمع وتشوف اكثر منه يا عمي. يعني هذا ما عندك؟ اي هذا اللي عندي وما حيد عنه. زين يا منور زين، تنشوف ويش ودك تسوي. وش تقول؟ نرحل؟ ما ظل قدامنا غير الرحيل. ليه الرحيل يوبا؟ ليه القدر يخوفنا منور؟ أنا ما عندي حل واجهه غير بسواد شر، وأنا ما أطيق الشر. أنا رجل سالم وهذا ولا أخوي، انظل بوجهي على الحال أبتلي بدمه. لا تكبر الشغلة يوبا، منور جبانه ما يقدر يسوي شيء. الرحيل ما له لزوم، خلنا بديرتنا ومنور نلاقي له رادع لو تعدى حدوده. هذاك الله يوبا لا تفكر بالرحيل، والله وحده يكفينا شره. صب لابوك قهوة يا فواز. تعال اقعد يوبا، اقعد وارتاح. يا هلا يا هلا بيكم، يا هلا بالضيوف. وبيك المهلا يا ابو فواز. يا هلا بيكم يا هلا، تفضلوا. قبل ما نقعد يا ابو فواز احب اعرفك بحالي وبجماعتي بعد. حياك الله، مين ما كنت؟ انا فاضل بالنهار وهذول قرايبي وجماعتي. فاضل بالنهار؟ ايه. انت تعرفه؟ ايه، ومين ما يعرف الشيخ نهار، شيخ مصيط ومعروف بالكرم والطيب. وينه؟ ليه ما جا معاكم؟ الكريم خذ ودعته من سنتين. إيه؟ رحمة الله عليك يا شيخ نهار، عز المعرفة والصداقة والسمعة الزينة. تفضلوا، جايتكم خير وتشرفنا، تفضلوا. الله يعز مقدارك يا ابو فواز. جماعة، وش ودهم هذول الجماعة؟ يا ويلهم مني لو كانوا طلابين ذهيبة، وحظهم زين لو كانوا ضيوف بس. غالي والطلب رخيص، لكن عاد قبل ما تشربون القهوة أريد أشاور البنت، ارخصوني. يا الربع، البنت موافقة، لكن عادة تريد تشرط الشرط على فاضي. إن قدر عليه نتوكل على الله تسمعون الجواب النهائي. مستعد يا فاضل؟ مستعد، وإن شاء الله نقدر على الشرط. الشرط لغز من ثلاث كلمات. ولك كلمة واحدة يا عمي، الذهبة ما هي لأحد، لا بشرط ولا بغير شرط. وش الفوتة يا منور؟ فوتة ولد عم وأحق بنت عمه. أدبس
أصواتك هذه ما تستاهل خبرها. ما هو بخاطرك يا عمي، أنت تعرف والسواد العربي يعرفون أن ابن العم حق بنت عمه ويطيحها عن ظهر الفرس. وأنت يا ربع إذا بدكم تظلوا بعربنا ضيوف يا حياكم الله، وإذا بعدكم طلابين أعلمكم أن هذه ما تصير وأنا بعدي على وجه الدنيا. من وين؟ وقف عند حدك، أنت زودتها. سلم عليك يا الربع. مرة ثانية عم دحام مكثور الخير. يا ولدي يا فاضل لا تهتموا لكلامه، التبيتي يا عشبك اللي سويته وراح تشوف مني أكثر يا عمي، وانا تراني حذرتكم من قبل. لا عاد امشي من هال ولا تخلي دمي يفور عليك، انت مالك فيا، لا تفوت بيتي بعد اليوم. يلا زين يا عمي زين، ما نفايت بيتك، لكن اعلم اني مانع اي واحد مثل هذول الجماعة يفوت بيتك، واحذر كلامي زين. تبجين يا خيا، خابرج اصلا من هيك وما بعمرش بجيتي من هيك امر. الله يسامحك. الظلم حين يزيد عن حدي بتشي يا فواز، اتريدنا نرحل نترك كل شيء لمنور؟ ابوي هيك وده. يلا خيا يلا قومي جهزي زوات الرحيل وانا جهز الركوبه. توكلي بالله خيا يلا. يا رب. انهم رحلوا وخلهم يرحلوا، المهم ان الجهه اللي جتهم ما تعود عليهم ابد بعد الكلام اللي اسمعتهم. يا وبعدين وين ودهم يروحوا؟ لابد اعرف مكانهم واعرف اخبارهم. عهدا علي ما تكون الوحدة غير يا ذهيبة. علامك يوبا، ليه وقف؟ اركبي الفرس يوبا، جا دورك. لا يوبا أنا ما تعبت، بقدر أمشي بعد. لا يوبا لا، المشوار بعده طويل. طويل؟ لا يوبا، إحنا وين رايحين؟ متى بدنا نضل سايرين؟ إحنا بعدنا كثير عن ديرتنا. الجو نبعد أكثر، بدنا نخلص من منور. ولا نعلم بثرنا ولا وين وجهتنا. وهي وين وجهتنا يوبا؟ الدير الصديق القديم اسمه الشخر الدات. يلا لا نضيع الوقت بالهرج، يلا اركبي. هداك الله يوبا، لا تزعل روحك من اخوينا واش كثير. لا يا مزنة لا،
أخوك ما خلالي وجه أبيض بين أهل العشيرة، زودها كثير بأعماله الشينة، ولزوم هالمرة أعذبه واقطع دابر عمايله للأبد. يا أبو نواش، يجوز اللي علموك بعمل ابنك هذه ما يحبونه ويريدونك تاذيه. الناس ما يكذبوا يا جازية، وولادك ما ظل عنده حياة. إيه، لا تزعل روحك هالقد وانت رجل مريض، أصبر حين يعود وتوكد منه، يجوز مظلوم؟ ولادك ما هي أول عملة يساويها، وما هو بعيد عنه أذى الناس. هذا هو عود يوبا، أرجاك تتفاهم معه بلي زعل، لأجل صحتك وعافيتك. يوبا وين كنت يا خاسي؟ ول يوبا، وش بلاك؟ أنا وش سويت؟ وبعدك تسأل يا قليل الحياة؟ هاي شلون تعتدي على حلال الرجل المسكين أبو فرحان؟ شلون تأخذ من حلال وراس كبيرة وتذبحها؟ يوبا قابلت ضيوف سايرين بالخلا وما ودهم يجوا للعرب، قمت عديت على حلال أبو فرحان خذيت راس، ليش أسده إياه بعدين؟ العداية ما هي هيك يا قليل الفهم والحساب، اللي وده عداية من حلال أحد ما يعتدي على عنزة حلابة ولادة، لكن قول قصدك تاذي الرجل لأنه ما قبل يعطيك بنته. هو هيتش قال لك؟ بلعون أنا وريه. وقف جاي يا سويد الوجه، أنت مالك معه كلام، وأنا لازم أعرفك وش أنت. أنا لازم أعرفك وش أنت أبو نواش. أنا لازم أعرفك وش أنت. أبو نواش لا تمد يدك عليه، ولدك ما هو صغير، ولدك زعلان لأنك ما أنت راضي تزوجه. أنا اللي ماني راضي أزوجه. فوت جوا يا قليل الحياة. فوت. خوني بنات الديرة مدبرات عنه بسبب أخلاقه وقلة حياه وهمالته. شوف له بنت من برا العرب ما يخسى، ودك يسود وجهي برات الديرة مثل ما سودها بين عشيرتي. يوبا بيضيوف جايين. وكاد انه طنين. يا حياه الله، فوتن جوا. قوم استقبل الضيوف يا نواش. ما ودي استقبل احد. يا حياك الله من ملفاك الملقاك. انا قصد الله ثم قصدك، خصص وانت الصديق. كني شايف هذا الوجه من قبل. اقول لك صديق. معقول؟ خف الله، انت دحام. ما غير. يا هلا يا هلا بدحام، يا هلا يا اخوي. أنا ماني مصدق عيني بعد هالسنين البعيدة نتلاقى. القسمة والنصيب يا أبو نواش. يا هلا بدحام حسيني، يا هلا براعي الأولى، وشلونك وشلون حالك؟ زمان عنك يا رجل، تفضل يا حياك الله، تفضل يا أخوي تفضل. حياك الله. وأنت يا وليدي تفضل. زاد فضلك يا شيخ. وأنت يا بنيتي تفضل يا علم حرم. تفضلوا. اقعد يا وليدي اقعد. يا حياكم الله. يا هلا بيكم. هلا بك يا شيخ. خاف الله هذا ولدك. اي بالله، هذا ولدي فواز وذيج بنيتي ذهيبة. فوت يا ضيفتنا، حياك الله. يا هلا بضيفتنا، تفضلي. يزيد فضلكم. نواش روح عند رجال. ايه يوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا ولدي يا نواش، جيب ناس وابنوا بيت لعمك دحام، فراح طنيبي وجاري وقصيري ومن قبل حسيني. زين يوبا، ينبنى البيت بالحال. ويا هلا يا هلا بالحبيب، يا هلا بالصديق، نور ديرتنا. الديرة منورة بأصحابها يا أبو نواش. يا
تجهز لك الزاد؟ لله ما ودي. يا هلا البيت، يا هلا بالضيف، يا هلا تفضل. السلام عليكم. وانت؟ انا جاي لك ضيف يا منور. تفضل تفضل. هذه سالفتي يا ابو نواش، خفت انبلي بولد اخوي واخسره واخسر حالي، قلت ارحل انا وعيالي اسلم لي وما فكرت بغيرك. وصلت يا دحام، وانا اخوك واللي سويته كان اخير لك، وباذن الله ما تشوف الا كل خير بديرتنا وجيرتنا. هذه هقوتي بيك يا ابو نواش، وعسانه ما ثقل عليك. وش هالكلام يا دحام؟ انت اخ عزيز وغالي وخيرك سابق. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله. البيت صار جاهز يبا. سلم يديك يا نواش. والحين يا ولدي ودي اياك تمون البيت بكل شيء يلزم، وقبل هيك اتوصي على ذبيحتين لضيفنا دحام. وصيت من زمان يبا، واندبحن ويجهز مبلحن. العاد ارتاح شوي يا ولدي، وبعدها كمل شغل البيت يرضى عليك. تامر يبا. ترى عذرني يا ضيف، انا ما كنت قاصدك ولا قاصد جماعتك يوم لقيتك ببيت عمي. انا كنت حامي عن حق بنت عمي. معذور يا الاخو معذور، لكن الصحيح انا ود العم دحام لاجل اعتذر منه عن طلبنا. اهلي غض النظر عن الامر وعيوا يعودوا يطلب البنت مرة ثانية، وانا على شورهم لجل هيك ود اشوف العم دحام واعتذر منه. وين صارت راضي؟ وين ديرته؟ لأنهم ارحلوا وما ادري وين صارت وجهتهم. ولو كنت اعرف ما كنت اخبي عنك، ما زال ودك تعتذر عن طلبك منهم. زين ترخص لي الحين. اقعد يا الاخو، بعدنا ما اقريناك ولا قدمنا لك الواجب. لا لا مكثور الخير، مرة ثانية ان شاء الله. الصحيح ان عندي شغل كثير بديرتي وما عندي وقت. زين بس تضيفني مرة ثانية لاجل نقدم الواجب. ما قصرت يا منور، قدمت الواجب واكثر. سلم عليك. مع السلامة. مساك الله بالخير يبا. اسعد مساك يبا. اقعد. عساك نسيت الزعل من يمي. الزعل راح يظل موجود طول ما انت محيد عن فعل العقال ولاحق الفعايل الشينة. عين خير يبا، ترى ما عيدها بعد اليوم. زين تعال شوف تاليك، والحين قول لي شلون حال قصيرنا؟ كملته كل لوازم البيت وما ينقصه شيء باذن الله. زين ودياك ما تقصر معاه ابد يبا، ترى دحام هذا هو الحسين اللي قلت لك عنه زمان، يوم لقاني بالصحراء وانا غالب الموت خذاني لبيته وانقذ حياتي وقدم لي اللازم. حياه الله يبا، وان شاء الله نرد له اللي سواه باكثر منه. يا نواش يا نواش. ارخص لي يبا اشوف امي. مساك الله بالخير يما. يسعد مساك يما. ها اشوفك طولت عند بيت قصيرنا. اي بالله قلت اظل عنده اشوف طلباته وريحه. إيه. ولما تطمنت عليه اجيت. ما جيعان يما، حضر لك الطعام. ودش الصحيح يما، كنت جعان لكن الحين حس اني شبعان، والزاد ما هو طيب لي. ليه يما؟ عسى ما شر. لا يما تطمني، من شفت بنت قصيرنا من عقلي ما هو مني. شفتي نواش؟ شفت قديش مزيونة؟ وصيفها تطير العقل، ما شفتها بنت قبلها. يعني عجبتك؟ وكأنه نصيبي ودي يكون عندها. يا ليت يمه، بس انت عقل وركز، خلي أبوك يرجع ثقته بيك بعد كل اللي سويته. عيني خير يمه، أنا رايح أكون من إيده هذه لإيده هذه. الله يمسيك بالخير يبا. يسعد مساك.
شلون شفت الديرة يوبا؟ الصحيح يوبا انك جبتنا الديرة زينة واظن اننا رايحين نرتاح بيها. والصحيح بعد ان الشيخ رداد وولده ما قصروا معنا، جزاهم الله خير. ايه وين اختك؟ هي نامت؟ لا بالله بعدها قاعدة بس زعلانة شوي. ايه زعلانة؟ ليه؟ يا ذهبة ذهبة. خير يوبا؟ علمت يوبا، ويش اللي مضايقك؟ ما شي يوبا. لا بلعون، ما انت بخواص، عسى ما انت مريضة. ماني مريضة يوبا. العاد ويش اللي مغيرك؟ ماني راضي عن رحيلنا عن ديرتنا يوبا. ويش كان قدامنا غير الرحيل؟ كنا نقدر نوقف منور عند حده ما نهزم من قدامه. شلون يعني اندمي بيه؟ ما ظل قدامي غير اذبحه لجل ارتدع عنه، وهذا ما اقدر عليه ولا اسويه. يوبا دودنا من ارضنا ما نقدر ندوسه، والرحيل كان اسلم. اللي تشوفه يوبا. عيني خير يوبا، عيني خير، وحنا هاني بديت نسلم، بس الله ما نشوف بيها غير كل خير. واكلي الله بس. والنعم بالله. الله يصبحك بالخير يوبا. يا هلا، صباح الخير. تريد مني شيء قبل اروح اتفقد الرعيان؟ اشوف منقلب حالك، هذه اول مره ودك تروح للمراعي من غير ما لز عليك وكلفك. يوبا انا ودي ارضيك، ما هو هذا اللي ودك اياه مني؟ اي صحيح، لكن سمعت هذا الكلام من كثير واخاف تقلب مثل عوايدك. لا لا تطمن، ان شاء الله هذه المره ماني قالب. اي 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 اي، وليه؟ وش اللي غيرك؟ صحيح يبا، بشي غيرني وخاطري علمك بيه بعدين. زين، على ايام بيننا ونفسي اصدقك. اسمع، حين تصل المرعى تبرر لي 30 راس من الحلال من ازين حلالنا. والمن هذول يبا؟ القصيرنا وحسيننا دحام. زين اللي تقوله يبا، حسيننا يستاهل. يلا خاطرك. مع السلامة. اسمع، عود علي حين تنتهي من الشغلة هذه. تامر يبا، سلم عليك. مع السلامة. الله يصبحك بالخير يا ذهيبة. يسعد صباحك يا هلا. شلون اصبحتوا بديرتنا؟ صباحا زين ان شاء الله. اتفضلي. لا ما ودي اقعد، أنا جيت لجل أخذك وعرفك على الديرة، وش رايك؟ إذن الله أروح معك. نابا وين الله؟ أعلمك يا فواز، وش تريد؟ لا لا، كنت ودي أسألك عن غرضان، لكن بعدين بعدين. يلا يا ذهيبة يلا. يا سبحان الله.